بكم معنا في حلقة جديدة من بوبوب نيوز، موعدكم اليومي مع الفن والثقافة. كنتلقاو كل نهار باش كنتقاسموا أخبار متنوعة. وفي بداية هذه الحلقة سميد بغيت تقاسم معنا ترتيب جديد. ترتيب جديد متعلق بحضور العلامات التجارية في البلدان العالمية، لي فرانشيز اللي كندويو عليهم اللي كتكون شركات عالمية. في المغرب يحصل المرتبة الأولى إفريقيا و33 عالميا، مرتبة مهمة جدا. أمريكا هي الأولى عالميا، الإمارات هي الأولى عربيا، وطبعا المغرب في المرتبة 33 مقارنة بمصر اللي هي في مرتبة 50، تونس 89، الجزائر 94. شوفوا أخبار واحدة أخرى في الزرب. عاد الثنائي الكوميدي الشهير عجيل وفنان إلى مهد انطلاقتهما الفنية من خلال مسرحية جديدة تحمل عنوان سدينا، التي يشارك فيها كل من المهدي فنان ومنير المكيمل ومريم زعيمي وأيوب أبو النصر. أشرف على إخراج هذا العمل الفني أمين نسور بمساعدة عبد الفتاح عاشق الذي ألف هذا العمل الفني، فيما تكلف بالسينوغرافيا طارق الربح. أعلن المخرج السينمائي محمد شريف طريبق عن عرض فيلمه السينمائي الجديد مذكرة ضمن مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته الجديدة التي ستنعقد بين 27 أبريل و4 مايو 2024. المخرج معروف باهتمامه الكبير بالأبعاد التاريخية والاجتماعية والسياسية لأحداث طبعت ذاكرة المغرب خلال العقود الأخيرة. تحتضن مدينة مراكش مهرجان البهجة للموسيقى خلال الفترة الممتدة بين 2 و5 مايو بساحة جامع الفنا، وذلك في إطار برنامج مراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024، والذي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. الموعد الثقافي سيكون فرصة للتعريف بعمل العديد من الفنانين المتميزين في أجواء بهيجة. ضيفنا اليوم هو الفنان فريد غنام، تلاقيناه في المركز الثقافي لوزين فين أحيا حفل قناوي 100% وتكلمنا على أجواءه. الحفل كانت أجواءه جميلة جدا، والعلاقة ديال فريد غنام بالموسيقى القناوية طبعا خاصة لأنه بفضل الفن القناوي دخل بصفة عامة إلى المجال الفني، هو أعلن كذلك على تحضيره لعمل فني جديد وتكلمنا على سبب تأخر طرح أغانيه الخاصة. نشوفوا الروبورتاج من بعد رجعوا. السلام عليكم، معكم فريد غنام على بوب اب. انا ولد لوزين، كما انا تقريبا انا ولد لاسوسياسيون ديال لوزين، يعني سنين هذه ملي بدات، وعندي مع تقريبا واحد العلاقه يعني سنتيمونتال كبيره، وكانت شحال هذه ما تحش لي الفرصه اني ندير كونسير هنا بحكم لاجوندا ديالي، وبزاف كنكون بعيد. ودابا ملي تحت الفرصه دخلت معاهم في البروغرام، والحمد لله الناس استجابوا جا وداز كلشي بخير. كان مع الجمهور واحد اللقاء زوين بزاف، راه كان واحد الحضور كبير ديال الشباب اللي شحال ما تلاقوا مع فريد غنام، والبيبليك اللي كيعجبو موسيقى ديال قناوة، والحمد لله داز واحد الكونسير واعر بزاف. كل العلاقه ديالي واحد العلاقه عميقه بزاف مع الموسيقى ديال قناوي، تربيت فيها وتعلمتها وانا صغير، وباقي كنستعملها، واخا يعني هي من لي زانفلونس ديال فريد غنام الموسيقى ديال قناوة، باقي كنستعملها وكنعتز بها، لان بالنسبه لي اونيتيكات اللي خص الانسان يعتز بها، سورتو لا كولتور ديالنا راه غنيه بزاف. لي ستيل اللي كنغني انايا معروفين، كنغني تا قناويات هادي والفيزيون هادي معروف بها من سنين، والراي عندي معاه علاقه من الصغر ديالي، ومني مشيت لدو فويس غنيتو، دونك ولا عندي واحد البيبليك كبير فيه. داكشي علاش كندير الخاطر للبيبليك اللي عندي كبير في الدول العربيه وفي المغرب، وكذلك عندي البيبليك اللي هو يعني سبيسيال ديال هادشي اللي كندير ديال تا قناويات والفيزيون، اللي عارفيني اللي شفتهم اليوم استجبوا للدعوه وجاو مشيو تفرجوا فيا. بالنسبه للجديد ديال فريد غنام ان شاء الله انا الاصدارات ديالي شويه ثقيله، لان كناخذ شويه الوقت باش نشوف يعني الحاجه اللي غادي نخرج، كنخرج او فيلينغ وهكا، وان شاء الله كنوعد الجمهور ديالي باش حاجه في المستوى اللي غادي تليق. كنهضر على الجمهور ديالي اللي كيتبعني في لو ستيل ديال الراي ان شاء الله. ناري شاعله والحلقه كتله يا وهي واخدها سهله، ناري شاعله والحلقه كتله كنتمنى الفريد غنام كل التوفيق، واكيد غادي نبقاو منتظرين الجديد ديالو ونعطيكم تفاصيل صدوره قريبا. شكرا لك ابتسام، كنتمنى انكم تكونوا قضيتوا وقت زوينه معنا. اذا بغيتوا تعاودوا تشوفوا الحلقات السابقه ما عليكم الا تمشيو لموقع قناه ثانيه دوزيم.ما ولا لابليكاسيون ماي دوزيم. السلام عليكم.